اوكي it is almost 9 o'clock دلوقتي يا جماعة. Still طبعا الناس are trying to attend. Hopefully يعني قريب نكمل نفسنا أو نكمل يعني. بس أنا I would like to quickly review الحاجات اللي كانت باظت في الانترنت اكسس السخيف اللي احنا كنا فيه الأسبوع اللي فات. تسمعني الأول كده يا جماعة؟ دكتور. Perfect. Let us quickly. Perfect, perfect. Let us quickly review the five-state process model. أنا قلت بدل ما أرسمها بالتابلت اللي هو لسه مش عارف ليه مش مظبوط معنا دلوقتي. Let us take a look at this diagram اللي أنا بعتها لكم على الواتساب from the internet. زي ما احنا اتفقنا مع بعض ال five-state process diagram بتضيف two additional states اللي هي ال suspended ready و suspended blocked. وزي ما اتفقنا مع بعض الـ suspended blocked و suspended ready اللي هم الاثنين states اللي تحت دول two states اللي تحت دول اللي موجودين هنا دول شايفينهم دول بيبقوا بنستخدمهم لما الـ processes اللي كانت تبقى شغالة في الكمبيوتر experience memory pressure. يعني experience memory pressure يعني الذاكرة اللي موجودة عندي في الكمبيوتر ابتدت تخلص وأنا محتاج ميموري إضافية. في الحالة دي أنا لازم أشيل شوية processes من الميموري عشان أقدر يعني accommodate أستحمل processes التانية اللي موجودة. فبختار واحد من processes اللي موجودة عندي شغالة في السيستم according to some criteria. احنا كنا اتفقنا برضو الأسبوع اللي فات لما قبل ما الإنترنت تعمل العملة بتاعتها إن الكريتيريا اللي أنا على أساسها بختار أي واحدة بتتشال من الذاكرة مختلف. أنتوا قلتوا لي شوية suggestions حلوة قوي. حد منكم قال لي البروسيس اللي بتستهلك أكتر. ألو؟ ألو صباح الخير دكتور. صباح الخير زيكم جماعة عاملين إيه؟ صباح النور. الله يخليكم. أنا بعمل quick review بس على الـ الحاجة اللي وقعتك شباب لأني ما بعملش حاجة جديدة لسه. بس بريفيو بسرعة كده إن لما يكون في memory pressure في ضغط على الذاكرة بنبتدي نختار حاجة من الـ processes اللي already شغالة عشان أشيلها. وبختارها على أساس إيه؟ بختارها على أساس multiple criteria. أنتوا قلتوا لي شوية criteria حلوة قوي الأسبوع اللي فات. انتوا اللي قلتوها مش انا, انتوا اللي suggested it. زي for example حد منكم قال لي ال priority اللي هي priority قال تتشال. حد تاني قال لي وتستهلك اكتر ذاكره هي اللي نشيلها. اندرو ممكن تفكرني ايه البنفيت او الميزه بتاعه ان انا اشيل process بتستهلك اكتر كميه ذاكره. اندرو انت مشغل الجهاز وسايبه ولا ايه اندرو؟ يا دكتور ما حضرتك دكتور بس الفكره لا مش انا مش فاكر بس مش مجمع قوي دكتور بس انا لسه هذاكر تاني النهارده. فكر هو انت معانا دلوقتي انت مش محتاج تذاكر. فكر انا دلوقتي بقول لك لما يكون الذاكره كلها يوزد اب يعني كلها مستهلكه بشيل حد من الذاكره عشان افضي مكان. واحدة من الأفكار اللي اتقالت الأسبوع اللي فات إن الشخص اللي أنا أشيله أو البروسيس اللي أنا أشيلها اللي بتستخدم أكبر حجم من الذاكرة. في رأيك ده يفيدني في إيه؟ ليه اختار ده؟ عشان أفضي مساحة بس مش عارف. بالظبط عشان أفضي أكتر مساحة. أنت لو شلت أكتر برنامج بيكونزيوم أكتر كمية ذاكرة هتفضي أكتر كمية ذاكرة. You will free up more memory. ولما تفري up more memory البرامج التانية ممكن تشتغل. واحدة من الكريتيريا اللي احنا كنا قلناها الأسبوع اللي فات انت بتشيل البروسيس اللي بتستهلك أكتر كمية ذاكرة عشان أفضي أو أفرغ أكتر كمية من الذاكرة. That is one option. والأوبشن التاني اللي كنا قلناه كنا اتكلمنا على البريورتي لو أنت فاكر إن احنا لو كان عندنا بروسيس ليها بريورتي قليلة دي اللي أشيلها عشان دي مش مهمة لو أجلتها مش هيحصل كارثة. المهم اللي أنا عايز أقوله لكم إن بناءً على الألجوريزمز اللي إحنا بنتكلم عليها دي القرارات المختلفة اللي إحنا قلنا عليها دي ممكن نشيل أي حاجة. ممكن نشيل تاسك كان موجودة في الرننج ستيت أو في الريدي ستيت أو في البلوك ستيت. أنا لازم الأوبريتنج سيستم تبقى عندها الإمكانية تهندل لو شلت بروسيس من أي ستيت من الستيتس اللي موجودة تعرف تتصرف. عشان كده أنشأنا تو ستيتس بلوك سسبندد و ريدي سسبندد أو سسبندد ريدي سسبندد بلوك التسمية اللي أنا استخدمتها
المحاضره اللي فاتت. كنا قلنا ال suspended blocked processes الموجوده فيها بتستنى two events. ايه هما الايفنتس اللي موجوده فيها في suspended blocked؟ ان انا لسه مستني الانبوت اوتبوت ريسورس اللي انا عايزه وفي نفس الوقت مستني الذاكره تفضى. يعني البروسيس اللي موجوده في suspended blocked هي اصلا جت هنا عشان لما انا جيت اختار حاجه من البروسيسز اللي اوريدي موجوده عشان اشيلهم، انا اخترت اشيلها من البلوكت ستيت. يعني البروسيس اللي انا اخترت ان انا اشيلها من الذاكره كانت اساسا في البلوكت ستيت. يعني ايه كانت اساسا في البلوكت ستيت؟ يعني هي في وقت لما انا شلتها هي كانت مستنيه اي او ريسورس، مستنيه ريسورس تاني يعمل ريسورس كومبليشن. فانا شلتها من الذاكره وحطيتها في البلوكت ستيت، فاصبحت دلوقتي هي مستنيه حاجتين: الريسورس الاصلي اللي هي عايزاه، الريسورس الاصلي اللي هي عايزاه اللي كانت موجوده في البلوكت ستيت علشانه، وكمان مستنيه ان الذاكره تفضى عشان ترجع لشغلها تاني. فهنا I'm waiting for two events، وعلى حسب any event من الايفنتس هيخلص الاول ده هيحدد البروسيس دي هتتحرك لاني ستيت. فلو انا واقف في suspended blocked state والريسورس اللي انا كنت عايزه for example البرينتر خلاص خلص، يبقى انا I no longer need to wait for the resource، خلاص مش محتاج الريسورس في حاجه هو جالي. طب انا محتاج استنى ايه؟ انا محتاج استنى الذاكره تفضى عشان انا خرجت من الذاكره عشان الذاكره كانت مليانه وهي لسه لازالت مليانه. كل اللي حصل ان الريسورس اللي انا كنت عايزه خلص. في الحاله دي بنقل نفسي للسسبندد ريدي عشان استنى الذاكره تخلص والريسورس اوريدي عندي. طب لو انا كنت موجود في السسبندد بلوك ستيت والذاكره فضيت بس الريسورس اللي انا عايزه لسه ما خلصش، في الحاله دي هرجع تاني للبلوك ستيت عشان استنى الريسورس بتاعي. ده كويك ريفيو على اللي احنا قلناه الاسبوع اللي فات، عشان بس انا كنت قلقان الجزء الاخير من المحاضره يكون ضاع مننا عشان اللي حصل في الانترنت. يعني suspended ready او ال ready suspended مش مهم التسميه، الترتيب بتاع الكلام ايه. انا مستني هنا عشان حاجه واحده، مين يقول لي ايه ال any processes من any states؟ لو انا اخترت processes من any states عشان اشيلهم من الذاكره يروحوا لل suspended ready. احنا قلنا اللي هيروح لل suspended blocked اللي اتشال وهو في blocked state. طيب مين اللي هيروح لل suspended ready لو انا شلته من any state او states؟ من ال ready. من ال ready او ال blocked suspended او ال blocked suspended. اوكي بس لا انا بتكلم ان انا شلته من الذاكره. ال blocked suspended هو already متشال من الذاكره صح؟ تمام. لا غير الريدي في ستيت ثانيه. لو انت شلت حاجه من الذاكره كانت اوريدي لايف موجوده في الذاكره وشلتها هتروح للسسبندد ريدي؟ اللي يقول لي ياخد درجات. يلا رننج حاج ممكن تسال ثاني؟ ماشي رننج ما خلاص جاوبها بتالي عبد الرحمن. خلاص ما علينا. لا انا عمر ثانيه واحده نكتب اسم عمر. كي ثانية واحدة. very good. شفتوا أقول تاني السؤال بتاعي وبقول الإجابة بتاعت عمر عشان تبقى الدنيا واضحة. أنا كنت بقول لكم من any states نكتب الأول عمر. عمر عادل. عمر عادل. برافو عليك عمر، أنت كده جبت معي two bonuses. thank you. okay. طيب أنا كنت بسألكم بقول لكم يعني لما يكون البروسيس اللي أنا اخترتها عشان أشيلها من الذاكرة البروسيس that I chose to remove from memory لو كانت أصلاً في البلوكت ستيت هتتنقل إلى السسبندد بلوكت ستيت. تمام؟ يعني أنا الألجوريزم بتاعي بيزد على الكرايتيريا اللي هو اختاره. إيه هي الكرايتيريا؟ إحنا لسه قلناها في بداية المناقشة بتاعتنا. ممكن تبقى برايورتي، ممكن تبقى حجم الذاكرة المستهلك، اوكي ممكن كذا حاجه تانية. بناء على الكرايتيري دي انا اخترت اشيل حد من اللي كان موجود في الذاكره هشيله واحطه على الهارد ديسك عشان افضي مكان. لو الحد ده انا اخترته من البلوك ستيت هيتنقل للسسبندد بلوك ستيت. كان سؤالي طيب لو الحد ده او الحد ده لو راح للسسبندد ريدي ستيت يبقى هو كان اصلا جاي من اني ستيتس. طبعا كلنا قلنا من الريدي ستيت. This is correct. لو كانت البروسيس موجوده في الريدي ستيت يعني هي كانت لسه مش شغاله مش ماسكه السي بي يو وموجوده في الذاكره والكرايتيريا اللي انا اختار على اساسها اختارتها مثلا هي البروسيس اكبر بروسيس من ناحيه استهلاك الذاكره كانت في الريدي ستيت هشيلها من الريدي ستيت واحطها في سسبندد ريدي. ده ما فيهوش مشكله. الفكره ان كان في ستيت تاني برضو
لو جه الاختيار عليه يعني لو process اللي انا خسرتها عشان اشيلها كانت في state تاني برضو هتروح للsuspended ready. واللي قاله عمر ان البروسيس دي كانت هتبقى في الرننج ستيت. يعني لو جت دور الالجوريزم اختار ان البروسيس اللي تتشال من الرننج ستيت برضه هتروح للسسبندد ريدي. ايش معنى؟ عشان هي تستنى حاجه واحده بس. ايه هي الحاجه اللي هتستناها؟ ميموري. والمكان اللي انا بستنى فيه الميموري هو السسبندد ريدي، فانا هشيلها من الرننج ستيت برضه احطها في السسبندد ريدي. في اختلاف واحد بس هيحصل ما بين البروسيس اللي انا هشيلها من الرننج ستيت واحطها في السسبندد ريدي والبروسيس اللي هشيلها من الريدي واحطها في السسبندد ريدي. اللي هشيلها من الريدي واحطها في سسبندد ريدي انا هاخدها كده على بعضها كده بدون ما اعمل اي حاجه ثانيه وبشت حاطط البي سي بي بتاعها في سسبندد ريدي وان ال variables بتاعتها والقيم بتاعتها into the hard drive. ولا باشا ينفع امشي من الرننج للريدي سسبندد ريدي على طول؟ قول تاني. ينفع امشي من الرننج للسسبندد ريدي على طول؟ اوف كورس. انت لو كان الالجوريزم عدي على مرحله من اللي في النص الاول ولا حاجه. انت لو انت شغال دلوقتي في الالجوريزم بتاعك بتختار اقل priority task تشيلها، ولو اخترت اقل لو دورت على اقل priority task واكتشفت ان التاسك اللي ليها اقل priority هي موجوده في الرننج ستيت هتقوم شايلها من الرننج حطيتها في السسبندد ريدي. بس هتعمل حاجه صغيره، يعني انت مش هتروح لستيت ثانيه بس هتعمل حاجه صغيره الاول. ايه اللي هتعملها؟ هتروح للسي بي يو تاخد القيم بتاعت الريجسترز، ها الريجسترز بتاعت البروسيس اللي كانت شغاله وتسيفها فين؟ الميموري؟ نو مش حته في الهارد ديسك. طب اكشلي جزء في الميموري مش في الهارد ديسك، بس اني جزء في الميموري بنسميه ايه؟ في ديتا. ها ها اكسترا سكشن. مش الاكسترا سيجمنت، لا في جزء في حاجه معينه في بي سي بي حبيب. اخد الريجسترز بتاعت البروسيس اللي شغاله حاليا اسيفها في البي سي بي وبعدين انقل البروسيس للسسبندد ريدي. طب ليه احطها في البي سي بي؟ ليه انقلها في البي سي بي؟ عشان لما اجي ارجع للبروسيس دي تاني لما الذاكره تفضى اعرف اكمل. برافو عليك، اكمل من اخر المكان. برافو عليك، برافو عليك. فهي دي الاكسترا ستيب اللي انت محتاج تعملها في الرننج ستيت. طب ليه مش محتاج تعمل الستيب دي لو انت هتشيل البروسيس من الريدي ستيت؟ عشان اوريدي بتبقى موجوده جوه الميموري اللي بيروح للبروسيس. حبيبي عشان طب ومش ده ياخد من الميموري يا دكتور اللي انا انقل الريجسترز في البي سي بي؟ اوف كورس، ما احنا كده كده اتفقنا ان البروسيس بتستهلك جزئين من الذاكره. جزء خاص بالفاريبلز بتاعتها والكود بتاعها والستاك بتاعها، وجزء خاص بالبي سي بي. بس الجزء الخاص بالبي سي بي زي ما احنا اتفقنا الاسبوع اللي فات لا يجوز ليا اشيله من الذاكره. مين يفكرني ليه لا يجوز ان انا اشيله من الذاكره؟ عشان ما نضيعش مني اللي انا وصلت له. حبيبي عشان ما نضيعش مني البروسيس. انا لو شلت ده، لو شلت الريجسترز بتاعته او شلت اي حاجه من البي سي بي بتاعتها، انا مش عارف اكمل البروسيس دي تاني. عشان الاوبريتنج سيستم ما بتحسش بالشيء كانه بروسيس الا من خلال البي سي بي اللي بتوصفه. فكده كده البي سي بي لازم يستهلك ذاكره. مش هقدر اجي ناحيه استهلاك البي سي بي للذاكره. لكن انا اقدر اشيل من الذاكره الاجزاء الثانيه اللي هي بتشغل الذاكره زي الكود والفاريبلز والستاك. وزي ما احنا كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات لو انتم فاكرين برضو قلت لكم مش كل حاجه محتاجه اسيبها على الهارد ديسك. انا هسيب الداتا والستاك بس مش محتاج اسيب الكود عشان الكود اوريدي موجود على الهارد ديسك. فاكرين لما اتكلمنا في الحته دي؟ بيرفكت بيرفكت، هو ما بيتغيرش. فانا اي كان جاست ريلود ات فروم ذا هارد ديسك من البرنامج الاصلي، لكن الداتا سيجمنت والستاك سيجمنت دول اتغيروا، القيم فيهم اتغيرت. فانا لازم اسيب نسخه جديده منها بالتغييرات اللي حصلت فيها على الهارد ديسك عشان اعرف ارجع للبروجرام ده تاني لما احب اكمله. مفهوم الحته دي يا شباب؟ تمام يا دكتور. ايوه بيرفكت بيرفكت. طيب انا شفت التست كويز، التست كويز بتاعنا 12 شخص عملوا. طبعا انا شفت ان في ناس كان حصل عندهم ايرورز، بس كويس ان انتوا شفتوا الفيدباك وصلحتوها، دي حاجه كويسه. بس في ناس ما دخلتش عليها اصلا، وفي ناس ما دخلتش على الموديل اصلا اساسا. انا نسيت الصراحه دكتور ان احنا نزلنا الكويز. It's okay. I need you. I just this is على فكره it's not graded and I just want to مش انا قلت لكم الترم اللي فات ان انا هنحاول الترم ده نبقى اونلاين ليرنينج على حق. اونلاين ليرنينج المفروض اللي انا اكتشفته ان لما بصينا على الطرق المختلفه الناس بتعملها ان بتبقى في لايك سمول كويز او سمول ريفيو
تيست بعد كل ليكتشر عشان تساعدكم تراجعوا المعلومات اللي فيها. فانا عايز اعمل كده يعني, فلو بليز نقدر ندخل تبقى كويس. I had a problem ان دخلت على مودل ومش لاقياه اصلا, يعني I can't find a test. مش طلعالي يعني, مش طلعالي انا مش طلعالك ولا التست؟ لا مودل يعني, مودل بخش عليه عادي بس مش طلعالي التست كويز نفسه. اوكي let me send you a screenshot لما نخلص المحاضره على الواتساب, وممكن دي تساعدك توصل لها. اسمها practice test, هتلاقيها موجوده في week 1. اوكي ماشي. اوكي اوكي في مننا ناس ما دخلتش على مودل اصلا, يعني انا اللي انا افتكره دلوقتي, طبعا انا مش فاكر كل اسامي بس انا فاكر مؤيد و I think أوركيدا برضو مدخلتش, و I think حبيبة مدخلتش, مش متأكد ولا دخلتي حبيبة؟ لا أنا دخلت يا دكتور. معلش أنا آسف, يبقى الذاكرة. أوكي okay. point is إن خلي بالكم يا جماعة, we are trying to make the educational process interactive عشان تقدروا تستفيدوا بأكتر شكل ممكن من الأونلاين اللي احنا فيه. فتعالوا نستخدم التولز. في أي حد عنده سؤال على ال 5 state process model؟ لا تمام. Perfect. تعالوا perfect. تعالوا ننقل بقى للحته بتاعه الثريدز اللي هي باظت تماما يعني الاسبوع اللي فات واحنا كنا بنشرح. اوكي احنا كنا قلنا الاسبوع اللي فات ان الفكره بتاعه الثريدنج ان في بعض البروسيسز اللي موجوده عندي, بعض البرامج اللي موجوده عندي لو انا اشتغلت بيها sequential يعني بالتسلسل, الجزء الاولاني يخلص بعد كده الجزء الثاني يخلص, الانتراكشن مع اليوزر اللي هي الكلمه بتاعتها بقى, علشان ناخد الكلمه التكنيكال بتاعه الانتراكشن مع اليوزر دي, الكلمه التكنيكال بتاعها اسمها response time. الresponse time بتاع الابلكيشن ده هيبقى سيء. المثال اللي كنت اديتهولك قلت لك نتكلم على البراوزر لو انت فاكر, وقلت لك لو انت بتاكسس سايت زي انستغرام فور اكزامبل مليان صور, انت اللي هيحصل انت هتريتريف ال HTML بالايمجز الايمج فايلز, ولو انت شغال سيكوينشال انت لازم الاول هتريتريف الانتاير HTML يعني HTML كله بالصور كلها, الاول هتجمعهم كلهم على الهارد ديسك بتاعك وبعدين البراوزر بتاعك يترجمهم ويعرضهم لو شغال سيكوينشال. ففي الحاله دي لو انا اشتغلت سيكوينشال بالشكل ده انت مش هتشوف حاجه لفتره طويله لغايه لما كل الملفات تتحمل عندك, وبعد كده فجاه هتظهر لك الدنيا كلها على الشاشه بتاعتك, which is not the best way to do it. من ناحيه الانتراكشن بتاعت اليوزر او الريسبونس بتاع اليوزر, اليوزر هيزهق وقاعد كده فجاه مش شايف حاجه وبعد كده فجاه الدنيا كلها تظهر قصاده. فهنا يقع دور الثريدنج. طيب الدول الثريدنج بيشتغل ازاي؟ ان انا بقسم البروسيس الواحده, بقسم البرنامج الواحد لسب كومبوننتس بتشتغل بارلل, بتشتغل بالتوازي مع بعض في نفس الوقت. المثال اللي احنا قلناه ان احنا ممكن نخلي الجزء بتاع retrieving الفايلز اللي هو بيسحب الملفات من على السيرفر يشتغل in parallel مع الجزء اللي بيترجم الملفات اللي already نزلت الى حاجة اشوفها. في الحالة دي انا نزلت صورة واحدة او جزء من صورة حتى, ممكن الجزء بتاع الترجمة ياخد الجزء اللي نزل ده ويعرضه لي على الشاشة, فانا اشوف الصفحة تدريجيا بتظهر قصادي كيوزر احسن لي عن ما اشوف شاشة بيضة كده وبعدين فجأة كل حاجة تظهر لي. فالثريدنج بت improve the response time. دكتور معلش ينفع أغهد تناشن؟ طبعا وعيد مني؟ طبعا تعالى let's repeat الحتة دي تاني. بقولك ان البرامج السيكوينشل او البرامج اللي بتشتغل سيكوينشل يعني بالترتيب كله ورا بعضه, الresponse time بتاعها او الانتراكشن مع اليوزر بتبقى وحشة. ازاي؟ تعالى ناخد المثال بتاع البراوزر. انت عايز تجيب صفحة مليانة صور في انستغرام مثلا, فلو هنشتغل سيكوينشال انت هتسحب الصور كلها الاول تحطها الهارد ديسك بتاعك كلها وبعد لما كل صور تيجي تبتدي تترجمها بالظبط كده. فاليوزر هيبقى زهقان, ايه يا عم ده انت انا متعود ادوس على حاجه ابتدي اشوف شويه ريسبونس, ما افضلش قاعد مثلا 2 or 3 seconds مش شايف حاجه قصادي. دي بتتحل بالمالتي ثريدنج. طيب المالتي ثريدنج بيحلها ازاي؟ بيخلي الجزء بتاع البرنامج المسؤول على retrieving الفايلز يشتغل in parallel مع الجزء بتاع البرنامج اللي بيترجم الفايلز. فانت لو جبت نص ملف في حته وحطيته على الهارد ديسك, الجزء اللي شغال in parallel للترجمه هياخد النص ملف ده ويترجمه لحاجه تانيه. بالظبط بالظبط. فانت كده الريسبونس او الانتراكتيفيتي بتاعتك مع الابلكيشن هتبقى احسن. فالمين او الفيرست ريزن فور مالتي ثريدنج
is to improve response time. خلي بالك أنا قلت first reason. في reasons تاني. طيب تعال نفكر هو ليه ده كان الفيرست ريزن وهسألك سؤال اللي جاوب عليه برضو لي بونس. This is the first reason اللي حصلت عشان وقت لما عملوا المالتي ثريدنج لأول مرة كان كل البروسيسورز سنجل سي بي يوز يعني سي بي يو واحد. طيب احنا عارفين من اللي احنا قلناه لغاية دلوقتي ومن الكومن سنس ان لما يكون في سي بي يو واحد مفيش غير برنامج واحد هيشتغل يعني بروجرام انستراكشن واحد او امر واحد بس هيقدر يتنفذ. In consequence أو تبعاً لكده لو كان عندي two threads هو thread واحد اللي هيشتغل يعني أنت لو عندك thread بتretrieve الصور وthread تاني بيretrieve أو بيترجم الصور أو physically في any instant of time في any لحظة من الوقت هو thread واحد اللي هيشتغل يا إما بتجيب صورة إما بتترجم. طيب هو إزاي هيدي لك الإحاء إن الابليكيشن شغال للtwo threads في نفس الوقت فتبتدي تشوف الصور؟ هيعمل نفس الفكرة اللي احنا اتكلمنا عليها في بداية المحاضرة. لو عندك سي بي واحد وكذا برنامج هيعمل راوند روبن. فاكرين الراوند روبن؟ اوكي بيرفكت. هيعمل راوند روبن على الثريدز. اذا هو هيبدل ما بين الثريدز المختلفة اللي موجودة عندي عشان اقدر احس يديني الإحاء ان كل الثريدز شغالة في نفس الوقت. They're not working at the same time. هم مش مشتغلوا في نفس الوقت بس هديك الإحاء ان هم شغالين في نفس الوقت فانت تبتدي تشوف الصورة. طيب فإذا سوري أنا آسف جدا. response time كده كده هيتحسن. response time زي ما قلت لك اللي هو ال interaction مع اليوزر هيتحسن عشان اليوزر هيبتدي يشوف حاجة. بس أنا عندي سؤال كويس أسأله لك. طيب لو عندي single core single CPU CPU واحد بس في رأيك ال total execution time بتاع البرنامج ده ال execution time الكلي بتاع البرنامج ده هيزيد ولا يقل؟ هيزيد محمود وسارة thank you. هيزيد بالظبط هيزيد. بيرفكت بيرفكت عبد الرحمن كله قال هيزيد. طب هيزيد ليه؟ عشان نضيع وقت اضافي في ايه؟ ان هو يبدل ما بين الثريدز نفسها. بيرفكت يبدل ما بين الثريدز دي في حد ذاتها هتاخد وقت مني كتير عشان انقل بين ثريد والتاني. وانتوا لو انتوا عارفين الثريد ده هنعتبره بروجرام هو لازم ياخد الريجسترز اللي شغاله يسيبها في الميموري وبعد كده ينقل الثريد الثاني يحمل الريجسترز بتاعتها. بيعمل حاجه اسمها كونتكست سويتش. مش هو يا دكتور ده اي ديبند على النمبر اوف كورز وي هاف وذ ذا نمبر اوف ثريدز وي هاف عشان دايما هيكون لازم النمبر اوف ثريدز اقل من النمبر اوف كورز عشان ما اوفر دو ات. يس Yes, perfect. بس أنا استأذنك أنا بتكلم دلوقتي لو أنت بسيطي أنا بتكلم على البوينت دي. One core. Yes. أنا بقول إن هو لو عشان يشتغل actually efficiently في execution time على multi thread. Yes. You are correct, Sarah. شو Sarah بتقول؟ طيب وأنت بتديزاين multi threaded application how should you design it? You should design it to have as added the threads static to be at most equal to the number of cores you have in the CPU at most. على فكرة هنكلمكم بان هي ممكن تبقى اقل من كده وهكلمكم في حد ثاني دلوقتي نتناقش في حاجات تانية. بس ايه at most the upper limit بتاعي النمبر اوف كورز اللي عندي. لو انا بتكلم على ايه او بتكلم على التوتال سوري بتكلم على التوتال اكسكيوشن تايم. لكن لو بتكلم على ريسبونس تايم the more the better. يعني انا هنا دلوقتي عندي سي بي يو واحد تمام. فمين اسرع single thread ولا two threads؟ two threads أكيد الـ two threads الأسرع single core مين الأسرع؟ single core لا one thread one thread أسرع بس الـ response بيبقى أحسن مع two threads. حبيبي برافو عليك يا سيف. بس الـ response هيبقى أحسن مع الـ two threads يعني بالرغم من الـ performance بتاعي هي degrade هيقل الـ performance بتاعي هيبوظ هيبقى أسوأ لكن أنا هستخدم two threads. أنا هستخدم two threads عشان الـ response time بتاع الـ user يبقى أفضل الـ experience الطريقة اليوزر هي experience بيها الـ OS هتبقى أحسن بالرغم من أنا ببطأ السيستم. أنا هبطأها بس اليوزر هيبقى فرحان عشان هيعرف يinteract معاها. خلي بالك دي طبعا ترجع لنوع الابليكيشن. في applications مش بتinteract مع اليوزر نتكلم عليها كمان شوية في الحالة دي أنا عايز أصرحها as much as possible. لكن لأي application بيinteract مع اليوزر أنا يهمني أزود الـ response time حتى لو على حساب الـ performance حتى دي تبقى مهمة بالنسبة لنا. فإت إز بالانس. لو أنا بتكلم على أبسولوت سبيد على السرعة المطلقة عدد الـ CPUs يبقى أكثر من عدد الـ threads أو قدهم.
لكن لو انا بتكلم على response time sometimes هزود عدد threads عن السي بي يوز حتى عشان اخلي اليوزر response time طيب احسن. طبعا هكتب الانسر بتاعكم اهو student answer كلكم قلتوا تقريبا increase اهو. طب دكتور عندي سؤال بس قول يا باشا. هو مفروض البروسيسور عامة لما بيجي بيبقى فيه threads وفي حاجة اسمها virtual threads صح؟ yes. ولا هما الاتنين حاجة؟ لا 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 نفسك. بص هو طب هستأذنك انا I will rephrase الكلام اللي انت بتقوله. هو في threading في الابليكيشن في software threading ده اللي بنتكلم عليها دلوقتي. في الهاردوير في حاجة اسمها hyper threading. hyper threading هو بيعمل اللي انا بعمله دلوقتي في threads على مستوى ال CPU cores in hardware, بيعمل ال switching in hardware. فبيدي لك برضو ال perception ان هم multiple cores بس they're not multiple cores. الهايبر ثريدنج اقل ان بيرفورمانس عن المالتيبل كورز نفسها because they switch between threads. اللي انت بتتكلم عليه ده ان شاء الله لو ربنا ادانا الصحه هتاخده في كورس اسمه كومبيوتينج. اللي انت بتتكلم عليه ده اسمه انستركشن ليفل باراليزم, هايبر ثريدنج, سوبر سكيلر اركيتكتشرز, بايبلايننج, انستركشن انترليفنج. كل الكلام ده يقع في كاتيجوري اسمه instruction level parallelism وان شاء الله تاخدوها في computing ان شاء الله. تمام اوكي شكرا. عفوا حبيبي. طيب يبقى زي ما احنا اتفقنا مع بعض بنتكلم على السنجل كور الاكسكيوشن تايم هتزيد. طيب على المالتيبل كورز يا شباب هيقل عشان هيعمل كل واحده على كور لوحدها مش على perfect it will decrease عشان كل واحد هيبقى موجود على كور. يبقى احنا دلوقتي نفهم الهدفين بتاع المالتي ثريدنج. الهدف الاولاني بتاع المالتي ثريدنج هو الاولاني عشان لما اخترعوا المالتي ثريدنج كان مفيش غير سنجل كور, يعني وقتها ما كانش فيه غير سنجل كور. فالهدف الاولاني طلع ان انا ازود الايه الريسبونس تايم, احسن الريسبونس تايم بتاعي على حساب ان انا هبوظ البرفورمانس. ده كان الاولاني. بعدين دلوقتي لما في مالتيبل كورز لا ده انا ممكن كمان اسرع الابلكيشن بتاعتي بان انا استغل كل كور ياخد واحد من الثريدز الموجود عندي. تمام يا شباب مفهومه؟ very good. ايوه تمام. very good very very good. وان شاء الله في ماده ثانيه برضو انا مش عايز اضيع وقت المحاضره بالديسكشنز دي. في ماده ثانيه اسمها selected topics in computing ال 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 لو اتفتحت يعني في الفرع اللي انتوا فيه او فرع بتاعنا يعني ما برضو مش بتفتحها كل ترم ما بتفتحهاش بقى لنا دلوقتي فتره طويله. هتاخدوا بقى ان عدد الثريدز مش بس بتتحكم بعدد الكورز, بتتحكم بطبيعه الابلكيشن. في ابلكيشنز معينه طبيعتها سيكوينشال لا يمكن تزود فيها ثريدز, طبيعتها كده. طب طبيعتها كده ازاي؟ ان في جزء من البرنامج بيعتمد على الجزء الثاني والجزء ده ما يقدرش يشتغل الا لما الجزء اللي قبليه يخلص, فده كده غصب عني سيكوينشال. فعدد الثريدز الثيوريتيكال ليميت بتاعتي to get the best performance is the number of cores. however I cannot always achieve this because طبيعة الابليكيشن sometimes بتحكم عليا بأقل من كده بكتير. اوكي بس احنا عندنا الفكرة العامة دلوقتي. ماشي يا شباب. احنا بنتكلم على threading من ناحية الاوبريتنج سيستم. فبعد ما شرحنا ايه هي المالتيبل ثريدز تعالوا نتكلم مع بعض. طيب الاوبريتنج سيستم هتهندل الكلام ده ازاي؟ نظام التشغيل هيتصرف ازاي عشان يديني الامكانيه بتاعه المالتيبل ثريدنج؟ بيديني الامكانيه دي باستخدام طريقتين. الطريقه الاولى انا ما قلت لكمش على فكره الامتحانات بتاعتي شكلها ايه. انا انتوا في ناس ما يعرفونيش الناس بتوع اسكندريه ما يعرفونيش, في تاني في ناس جديده معانا من القاهره برضه. انا اقول لكم دلوقتي انا امتحاناتي اوبن بوك اوبن نوتس اوبن انترنت. على فكره ده مش بس في البانديميك, ده حتى لما نبقى في المحاضره في الاكاديميه. ده كده صعب قوي صح؟ لا هو مش صعب صدقني ما بقاش صعب. يعني اسال الناس اللي معانا اتس نوت ديفيكولت بس اي نيد يو تو ثينك. انا بحتاجكم تفكروا في الطريقه بتاعه الحل. يعني مش هحاول از ماتش از اي كان طبعا بفشل سام تايمز ان انا اجيب لك سؤال مش هتلاقيه على الانترنت. ف dont waste your time looking at the internet. استخدم الانترنت او الكتاب او النوتس بتاعتك بس تراجع مثلا لو انت نسيت الثريدنج شال زي راجع نفسك فيه. لكن الاسئله بتاعتنا بتبقى يوجوالي بره الكلام. اوكي يعني بتبقى عايزه تفكير بس. هدي لكم اكزامبلز, هبعت لكم اكزامبلز سنين فاتت عشان تقدروا تحلوها ان شاء الله. حلو اوكي بيرفكت. هيا بنا.
طيب نرجع تاني للطريقة الطريقتين المختلفين ان الاوبريتنج سيستم بتتحكم او بتديني المالتي ثريدنج بتديها لي بحاجة اسمها user level threads وحاجة تانية اسمها kernel level threads. طبعا الاسامي واضحة user level threads معناها ان ال threading environment او الحاجة اللي بتديني threads هي على مستوى controlled by the user. Exactly, controlled by the user, not the OS. And kernel level threads are controlled by the controlled OS. By the OS. Perfect. Like how? What does this mean? I did some diagrams which are like cave paintings and asif على الرسم السيء بتاعي. بس تعالوا نبص مع بعض. ادي الرسمة الاولى اهو على الشمال. دي اللي انا بشار عليها بالماوس دلوقتي. دي ال user level thread. في ال user level thread شايف ال squiggly line ده العمل زي ال S بس بايز في النص. ده ال threads. ده بيمثل ال threads. وانا عندي هنا في المثال الاولاني ده عندي application اللي هي الدائرة اللي فوق دي. دي الاب جواها كام thread؟ اتنين. واحد اتنين اهو. تمام؟ الفكرة في الـ user level thread إن الـ OS الـ operating system ما عندهاش support للthreads. ما بتفهمش يعني إيه threads أصلا، مش عارفة. فهي شايفة الـ application دي كلها كأنها حاجة واحدة، شايفة الـ S الواحدة دي؟ أهي. فالـ OS شايفة اللوكشة دي كلها على بعض كأنها حاجة واحدة بس. كأنها task واحد بس، process واحد بس، يبقى إذن هتمثلها بكم PCB؟ واحدة بس. Perfect. طيب انا ازاي ادي ثريدنج على الانفايرمنت ده؟ الانفايرمنت ده الاو اس مش شايفه غير بي سي بي واحد، مش شايفه غير بروسيس واحده. ازاي ادي على الانفايرمنت ده امكانيه للمالتي ثريدنج؟ قال لك اوكي سهل، استاذنك هتجيب لايبرري زي ستوديو دوت اتش وكونيو دوت اتش ومش عارف كل اللايبرز اللي احنا خدناها زي كروس اللي باشمهندس ساره اتكلمت عليها الاسبوع اللي فات. اتس ا لايبرري خليته ثريدز واحده. اللايبرري دي هي المسؤولة عن threads. يعني قولي بقولكو هتكريت a routine علشان يترانسليت ال threads to the OS. Perfect sir. ال library دي هيبقى فيها routine يترانسليتن thread to the OS. يعني ايه translate thread to the OS؟ تعالى نتناقش مع بعض. هيبقى دور ال library ايه؟ هيبقى دور ال library حاجتين. Scheduling بمعنى هي اللي هتختار any thread يشتغل using round robin او اي حاجه ثانيه. يعني هي اللي هتبدل ما بين الثريدز. هي اول دورها تختار اني واحده من الثريدز هتشتغل. يعني الابلكيشن هتكلم اللايبرري مش هتكلم الاو اس، هتكلم اللايبرري تقول لها اسمها تشغليني. اللايبرري هي اللي هتختار اني واحده من الثريدز هتشتغل، وبعد لما تختار اني واحده من الثريدز هتشتغل هتعمل الباشمهندس سارة قالت عليه، هتترانسليت الانفورميشن بتاع الثريدز، هتاخد الانفورميشن بتاع الثريدز من الابلكيشن وتبعتها للاو اس. عارفين هتعملها ازاي؟ هتاخد الريجسترز الخاصه بالثريد اللي شغال والاي بي اللي هو الانستركشن فايتر كانت واقفه فين بتاع الثريد اللي شغاله فيه، وتعمل لها كوبي جوه البي سي بي اللي جوه مين؟ الاو اس. الاو اس اعمى مش شايف حاجه، هيدخل جوه البي سي بي واللي جواه هينفذه، فهو منفذ بي سي بي هو مش عارف ايه اللي بيحصل، بس البي سي بي ده جواه فعليا معلومات ثريد من الثريدز اللي موجوده. طيب لما اللايبرري تقرر ان هي هتشغل ثريد تاني هتعمل ايه؟ هتكلم الاو اس تاخد منها الريجسترز اللي كانت موجوده تسيفها جوه اللايبرري ها؟ وتغيرها بالتاني وتديها ميعادها في البي سي بي. برافو عليكم. شفتوا ازاي احنا ضحكنا على الاو اس؟ الاو اس بس مش كده بيبقى بطيء دكتور. حبيبي بيبقى بطيء. حبيبي برافو عليك عمر. It is definitely slower than kernel level threads. ومش بس slow، ده احنا هنطلع شوية عيوب حلوة زي الفل دلوقتي. بس it gives me the ability to do multi-threading on an operating system that does not support multi-threading. تيجي لي انت تقول لي ايه عم ده كل operating systems الحديثة بتسupport multi-threading. اقول لك ما عدا embedded systems. There are some embedded system OSs which do not support multi-threading. And if you want to do multi-threading on those embedded systems, you will probably go to user level threads. Okay? I'll tell you something embarrassing. Late 1990s, Mac OS did not have support for threads. Kernel level. للأسف. أنا Mac user من زمان وبقالي سنين وكورون بستخدم Mac. بس I'm telling you, up to the late 90s, Mac OS did not have native support for threads. اوكي كانت كلها user level threads. طيب
عمر قال واحد من العيوب اللي موجودة عندنا هنا. أول عيب قاله إن إن دي تبقى أبطأ على أساس اللايبري هي عمالة تتكلم في النص. هو في عيبين تانين رهيبة. هي مش هينفع تستخدم يعني المالتي كورز لو كده يعني ولا؟ perfect safe perfect perfect. ثانية واحدة عشان الإجابة دي عجبتني. ثانية واحدة safe أهو. برافو عليك يا سيف. Very very good. شوف سيف قال إيه؟ قال دي مش هتعرف تستخدم multiple cores. Of course مش هتعرف تستخدم multiple cores. ليه؟ عشان الحاجة اللي شايفة الكورز هي الـ OS. الـ OS هو اللي بيمانج الـ CPUs. هو شايف كم CPU؟ sorry multiple CPUs. بس شايف كم حاجة بتشتغل؟ حاجة واحدة. فالحاجة الواحدة دي اللي هي الـ PCB مش هيقسمها. معرفش يقسمها. فهيديها الـ CPU واحد والكل threads per application. يعني جوه الابليكيشن لو في خمسة threads الخمسة threads دول هيبدلوا مع بعض على كور واحد. طبعا انت في المنطقة دي تيجي تقول لي يا عم انت طب انت كده ايه لازمة threads دي انت بطأتها اكتر وكمان مش عارف تستخدم المالتيبل كورز. حبيبي وبعدين يا دكتور هتأفكت السيستم كولز جدا. يعني ان احنا نيجي back and forth لو عايزين نستخدم اي سيستم كولز مش هتعرف مش تعرف. طيب هنتكلم عن السيستم تايم هيبقى اكتر. هنتكلم سيستم كولز دي اكتر عشان they both have system calls. بس الفرق ان system calls في السولوشن الاولاني هيجي من اللايبرري وسيستم كولز في السولوشن الثاني هيجي من الابلكيشن. اوكي اوكي بس we're going to have system calls in all cases. محمد انت رفعت ايدك. اللايبرري بتبقى مكانها فين؟ اللايبرري دي بتبقى موجوده في الميموري صح؟ Of course, you can do two things. في لو انت تعمل static link library, the library is linked into the exe بتاع الفايل نفسه وتتحمل في الابلكيشن كجزء من الابلكيشن. لو تستخدم DLL هتبقى library مستقله وتتحمل لوحدها طول ما انت بتستخدمها. It's a library زي اي library تانية. بالضبط. ما ده كده معناه ان الموضوع ده هكبل بطريقه كبيره ان هو بيسيف البي سي بي على الميموري فانا اقدر اجوي يعني اكسسها واغير حاجات في الانستركشنز بوينتر والكلام ده بحيث ان انا اوفر رايت عليها او كده. I like. الباشمهندس محمد بيقول لي دلوقتي الداتا ستراكشر بتاع الاو اس يوجوالي بتبقى في بروتكتد ميموري في جزء من الميموري محمي ملوش اكسس من اليوزرز. تصدق دي اول مره اي حد يجيب سيرتها يا محمد برافو عليك. فاذا في بروتكشن في حمايه للداتا ستراكشر بي سي بي بتاعي لكن هنا عشان الانفورميشن بتاعت الثريدز انا هستاذنك هم بنسموهش بي سي بي بنسميه تي سي بي هقولها كمان شويه ثريد كنترول بلوك بس هو برضه في الانستركشن بوينتر والريجسترز بتاع البروسيسز اللي موجوده انا ممكن اغير فيهم فاغير بفور هاك السيستم. يس بس انا كان عندي برضه فكره ثانيه. ان اول حاجه انتوا قلتوا لي انا ام فيري هابي سيف قال لي ومحمد سعد قال لي ثانك يو بالترتيب كده. اول حاجه ان انا مش هعرف استخدم multiple CPUs. تاني حاجة إن security مش ظريف عشان ال data structure exposed to user level. في حاجة تانية أصعب من ناحية ال performance. مين يقولها لي؟ مش ينفع إن time eventually we get more complex عشان إحنا بناخد وقت ال scheduling وناخد وقت لكل الحاجات اللي في ال process itself. تاني سارة معلش ما سمعتش كويس قولي تاني. يعني احنا دلوقتي بيكون عندنا مثلا في مع الكيرنل مثلا او الحاجات الاوبريتنج سيستم احنا نقدر اصلا سيمالتينيسلي نعمل سكادولينج. هنا احنا بنقعد نعمل الكومبلكس ماجز واحنا يعني كستبس از سنجل يعني كل يعني بنعمل سكادولينج ذن بنبدا نخش على البروسيس ذن بنبدا نقسمها ونرجع لها. اتس ماتش مور تايم كونسيومينج. طبعا طبعا اتس ديفينتلي مور تايم كونسيومينج. احنا ممكن نعملها بقى دكتور هو لنون بلوكينج مثلا. ثانيه واحده بقى حبيبه تعالي لي كده قولي حتى دي تاني. ممكن اشيلها من البلوكينج سيستم يعني كولينج تايم لنون بلوكينج. طب فهمني انا عندي حاجه اقولها بخصوص ال طيب قولي سيف. هو يعني بالنسبه للموضوع يعني بحته اللي هو لو كيرنل ليفل دي فالمفروض ان هو لو في ثريد معينه بتستخدم ريسورس معين يعني فالريسورس ده مش موجود هتعملها بلوكينج. لو بالنسبه لليوزر لو في حاجه من دولت من الحاجات اللي هي الثريدز دي اللي هي بالنسبه في اللايبريز ذات نفسها يعني
لو حصل لها واتعمل لها بلوك هتحط في البلوك ستيت. فكده يعني بالنسبه للكرنل هتبقى بيرفورمانس اوحش بكتير يعني, لان هتاخد وقت اكتر في البلوك لان في ثريد معينه ما لغي خالص البروسيس بمعنى اصح يعني. فهمني ولا انا بتالي فاهمك. اي ثينك هي الفكره اصلا ان موست وقتها السيستم كولز بتبقى بلوكت اصلا في الاوبريتنج سيستم. اقصد يعني عشان ثريد واحده بس هتعمل بلوك كولز للانتاير بروسيس لحد لما ايه لما هو لما ده هو ده. انتوا كلكم طبعا تاتشت على التوبيك او اتكلمت عليها, بس سيف هي ارتكيوليتد ات كوركتلي. هو قال ايه؟ بصوا يا جماعه, لو ثريد واحده طلبت ريسورس وريسورسز نوت افيلبل, ان الطبيعي البروسيس كلها تقع, هتروح كلها في البلوك ستيت. ليه كلها تروح في البلوك ستيت؟ عشان البي سي بي هو بي سي بي واحد, حولها لبروسيس واحدة, فهتاخد البي سي بي ده كله على بعضه تحطه فين؟ في النمبلوك البلوك ستيت. طب لما تحطه في البلوك ستيت, طب الثريد التاني عايز يشتغل, ما عنديش بي سي بي احط فيه حاجة, البي سي بي اتنقل للبلوكت. فحتى لو في ثريد تاني جاهز يشتغل بس في ثريد واحد منه عايز بلوكت اكشن, هيبلوك كل الابلكيشن. لكن لو كرنا الليفل بقى هيبقى لا عادي خلاص, ممكن ثريد يشتغل وثريد التاني. برافو عليك في الكرنل ليفل, عشان الكرنل شايف كل ثريد مستقل عن التاني, فلو واحد بلوكت مش هيأثر على التاني يكمل شغله عادي, عشان كل واحد منهم is represented uniquely, مستقل الrepresentation بتاعته مستقل عن الrepresentation بتاع thread التاني جوه الOS. فهياخد واحد من threads يبلوكه والتاني يكمل شغل. لكن في user level thread لما هبلوك الPCB أنا ببلوك الapplication كله بالthreads اللي فيها كلها على بعضها. أوكي مفهومة دي يا شباب؟ دكتور I have a question. تفضلي سير. بس مش at the same time, علشان علشان احنا لما بنيجي نغير كنترول من ثريد لثريد تاني بيكون اصلا بيريكوير يعني مود مختلف تو سويتش وذ دلوقتي. ايوه سامعيني يا جماعه؟ ايوه اوكي. انا وقعت بس الحمد لله رجعت تاني. انا جالي ازمه نفسيه لما وقعت, افتكرت اللي حصل الاسبوع اللي فات, بس اوكي تالي وير جود تو جو. قولوا لي سارة بتقولي ايه كنت؟ كنت بقول مش دي في نفس الوقت disadvantage من ناحية الكرنل ليفل, علشان أصلا الترانسفير ما بين يعني الكنترول اللي بنغيره ما بين الثريد والتاني بيكون أصلا بيريكوير اللي هو يعني زي switch أو mode switch بتاع كرنل, but that's still a disadvantage. No, the threads in the kernel level thread do not switch with each ثانية واحدة. أنا بتالي أنا فهمت أنت عايزة تقول إيه, بس أنا ما ده أيوة ده مفروض ده إن إحنا بنترانسفير أصلاً الكنترول من طب ثانية واحدة, خطوة عشان بس ننظم الدنيا وما نلخبطش الدنيا. أنا هحاول أقول اللي أنت بتقوليه وقولي لو أنا كنت صح ولا غلط, وبعد كده take it from there. أول حاجة أنت بتقولي لي إن السويتشنج ما بين الثريدز will take more time for kernel level thread. أنت بتقولي كده؟ Sarah? Hello? شباب سمعني؟ جماعة؟ لا بقى الانترنت. جماعة سمعني؟ جماعة؟ ايوه. اوكي انا دخلت او دخلت على ال 4G راوتر بتاعي عشان واضح الانترنت تعمل حركة الندالة تاني. سارة قولي تاني معلش. انت بقى كنت بقول يعني ان احنا to create و manage والحاجات دي كلها نحنا نعملها للthreads في الكرنل هياخد much time قصدي يعني. Okay. Let me rephrase اللي انت بتقولي. هتقولي انت بتقولي ان ال switching ما بين threads inside the kernel is going to increase the overhead of the switching. ال switching will be more expensive. صح انت هتقولي كده؟ Okay. Even if the switching is going to be more expensive, عشان هتبقى في system calls بقى directly من الapplication, يعني ممكن switching ما بين threads في library تبقى أسرع. Switching ما بين threads. بس يعني هو ده لو مش multi cores, صح؟ لو في كور واحدة بس, والمفروض أنت بناخدها من registers تاني, تحطها في الميموري عشان بعدين ننقل على thread تاني, صح؟ Exactly. لسه كنت بقول لك. بالظبط. ده هو دي أصلا كده المفروض تبقى في الadvantages this. طب بصوا يا جدعان كده بقى اللكشر هتبوظ. ثاني اجاوب بس اوكي. لو عندي مالتيبل كورز I do not need to switch ما بين الثريدز, الموجودين الثريدز are working in parallel.
And even when I switch between the Malay, the context switch overhead بتاع kernel is more expensive than switching at the level of the library. Because I'm working at the kernel level threads, I have access to all the cores, which is faster. I do not have to switch if I have multiple cores available. سمعني يا جماعة ولا لا؟ شباب سمعني؟ هاي سمعني كده. طيب معلش عشان طلعت لي بس مسج انترنت از ويك اتخضيت تاني. طيب فاذا السويتشنج if you have multiple cores, you have multiple cores in the system, the kernel level threads are way faster, sir. Way faster. Switching at the level of the kernel, صح, it may be slightly slower عشان تعملي system call كل switch من switches الموجودة عندك. وعدد الحاجات الكرنل هيهندلها هتزيد. يعني في الابلكيشن الاولى الكرنل بيهندل حاجه واحده بس, بيهندل بروسيس واحده, هنا هيهندل مالتيبل ثريدز. بس احنا لو عندنا مالتيبل كورز كده كده وقتها ممكن نعمل المالتي ثريدنج نفسه اصلا ثريدنج, صح؟ مالتيبل ثريدنج هيتعامل كانه بروسيسز مختلفه بالظبط, يعني فنقدر نقسمها على الديفرنت كورز وتشتغلي بارل. الو شباب شباب شباب, ليه الانترنت كده؟ هلو شباب شباب سامعني؟ شباب سامعني؟ شباب 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 guys